يا هذا حيدر هنا ما قلت له العبيد الحمد لله والشكر هاك شوفه اها هذا العميد لعبوا لعبه بحيدر صار عندنا مظاهرات كنت العب اسود اها هذا حيدر حيدر هذا اول واحد كسر المحل في الصوره هذا اول واحد هو يقول انا ما كنت موجود عيدان حيدر شنو المشكله شنو اللي هو يقول انا اول واحد قبل المحل اول واحد ولو فاضل شيء يخدم ما باقي شيء ما باقي شيء اي والله ما باقي شيء اي بابا ما باقي شيء اولاد هلا تسوى سيارتي خلنا نروح حطيت سيارتي هنا 10 سنين ارتبيه هيك ما اقول لك حطيت سيارتي هنا طب ما يكسروها والله يا ابوي حيدر ولك شنو هم لك ما قال لي شيء شوف على الكاش شوف الكاش ماشين شو مسوين بيها يا هو لا كاش ماشين هاي فتحوها؟ كاش ماشين ايه هذا ولدن هذا هذا الحكومه شهر الله جابوا ولدن بس عندنا يا يابا يقول لك فهمنا الاربع الصبح فقط ايه وش كونه داني تعبان كل الضايج والله شو قاعد وليش تدق عليك ما تجاوبني حيدر